أكتر سؤال بيجيني هذه اليومين متى الافتتاح؟ من يوم أنا كنت بصور، من يوم ما سلطان بيصور، متى الافتتاح؟ بشرة خير اليوم حالين لكم متى الافتتاح، وخليكم مترقبين لأنه في مفاجأة. من ناحية اللون البرتقالي ما من ألواني المفضلة، فما أعرف كده أحس لون ملفت، ويعني ما أحبه، أحب اللون البرتقالي، فحسيته حلو وماشي مع اللوجو حقي. مجال اليوتيوب ابدا ما كان صدفه ابدا. في ناس كثير يعرفوا في البدايه كنت انا اصور مع عبد الرحمن وامير، كانت تجربه كضيف، فمنها كذا يعني قلت خليني اجرب حظي واشوف ايش اسوي، وكنت ايامها موظف، فكنت اخذ راتبي واروح اشتري بي كاميرات وعده وبرامج حقت مونتاج. وللمعلوميه انا ايامها ما كنت اعرف، زي ما كنت بقول هي ما كانت صدفة، فأنا كنت أيامها موظف. بعد ما جربت مع عبد الرحمن وأمير كذا كم حلقة، كنت خليني أجرب حظي، يعني كنت أسترزق الصراحة، فبس ما عمري دخلت المجال عشان شهرة ولا إني أكون معروف ولا أي حاجة زي كذا. سبحان الله الواحد يعني لقى مجال إنه يقدر يدخل فيه يكسب له، يعني يكسب له شوية فلوس. ما كنت أعرف كم يدخله ولا كنت أعرف المبالغ اللي هتدخل ولا أي حاجة، فدخلت المجال إنه جربت إني أتعلم. من ناحية التصوير ما كنت أحب أصور ولا كنت أعرف أمنتج ولا كنت ولا أي حاجة، فكنت أخذ راتبي وأصرفه دائما في ذا المجال، يعني في المونتاج، في الكاميرات لفترة معينة، يعني فترة طويلة، سوري يعني 6 شهور سنة ما كنت أدخل ريال، كنت أصرف كل فلوسي في المجال ده، عشان أنا إنسان يعني شوية عنيد، فلما أحط راسي في شيء لازم أدخل بكل قوتي وأفشل، أو إني أدخل بكل قوتي وأنجح. فهذه معلومة أنا ما عمري قلتها يعني كده علنا ولا أي حاجة، في ناس قليل يعرفوها. في بداياتي لما كنت يعني أصرف رواتبي في المجال ده، سواء كان من ناحية تحديات أو كاميرات أو مونتاج، في كم شهر في السنة كنت أمشي عليها والله كل راتب ينزل، يعني ما كنت يعني ما في بح، كنت أقعد كده وأصور وأقول يا رب. فالحمد لله بعد الجهد اللي سويته نجحنا، والحمد لله يعني من بعد الله ودعمكم وحبكم لينا توفقنا الحمد لله. فإن شاء الله القادم أجمل، ودحين نحن حنركز على المطعم. في مفاجأة زي ما قلت لكم اليوم حتعرفوا عنها وحتنبسطوا منها مرة، ف متحمس، يلا ندخل نتمرن. يا أخي لما بديت أتكلم معاكم على موضوع البدايات رجعت لي ذكريات كثيرة يا أخي. أتذكر حتى في البدايات لما بديت، يعني الحمد لله بدأت تشد معايا المشاهدات وبديت يعني أنعرف، وبديت لسه ما بديت أدخل فلوس، بس انه يعني الحمد لله هذا صارت لي اصابه في الباي حقي وسويت عمليه. فالكثير من الناس، عشان اوريكم عنادي كيف يوصل لمرحله، كثير من الناس كانوا يتوقعوا اني اوقف ولا اخذ بريك. وسبحان الله ايام ما كنت متعرف على سلطان خلاص، فهناك كانت 500,000 مشترك، وطالعت في سلطان قلت له اسمع هجهز هذا الاسبوع وحفجع الناس، جيب لي خروف كامل. وهنا بدأت البومبة حقت سحس. فالحمد لله يا أخي ذكريات وشغل واجتهاد، وما اجتهاد كلمة اجتهاد عربي أنا ما في كويس ترى، بس تعبنا. يلا دام ما وصل سليم خلينا ناخد كمان سؤال. السؤال عجبني. هنا بنت بتسأل، البنات كثير من البنات يخافوا من إني أعضل. شوفوا يعني البنت سبحان الله جسم الرجال غير البنت، البنت صعب انها تعضل زي الرجال بسرعة، جسمها ممكن يشد، ممكن تبان ملامح العضلة اكتر، بس صعب انك تعضلي ولا تضخمي بسرعة. فبس من ناحية الكارديو، شوفوا انا شخصيا كحسين انا اخذ الكارديو بعد التمرين دحين هذه الايام، ممكن اذا بس عادي تاخديها في نفس اليوم مرة عادي. ممكن انا كنصيحه اذا تبي يعني تحافظي على الوزن ولا تخفف من وزنك شويه، تاخديها على الصيام في الصبح قبل تمرينك، يعني ممكن تاخديها في الصبح على صيام، وبعدين تاكلي وجبتك الفطور، بعدين تروحي تتمرني، او تاكلي وجبتين ثلاثه وبعدين تروحي تتمرني. فافضل طريقه، فكنت بقول انه افضل طريقه اذا انت اذا تبغي تنزلي من وزنك ولا تحافظي يعني حاسه انك بتزيدي شويه، ممكن تاخديها على صيام في الصبح وبعدها تاكلي وجبتك او وجبتين او ثلاثه وتروحي تتمرني.
برضو بعد التمرين ما فيها مشكلة، في الليل قبل آخر وجبة ما فيها مشكلة، في أي وقت مريح ليكي مدام أنت بس بتحافظي على وزنك. من ناحية أنك تعضلي، ما هتعضلي دام أنك أنت بتلعبي تمارين المقاومة بدون ما تزودي الأوزان كثير، بتلعبي تكرار، تلعبي تركيز، جربي أنك ما تزودي الأوزان كثير، بس برضو هتاخد وقت طويل أنك تعضلي. فبس أحس طولت عليكم اليوم، سوري، ما أعرف، حسيت نفسي فاضي، ماني عارف أقولها. شوف هو 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 يا جماعة مطعمكم والله، ماني عارف أقولها. هو سوفت أوبنينج، خلاص بإذن الله، خلاص الحمد لله. خلينا نطلع برا، ما متوتر. نطلع برا نتكلم. هلا والله بالزين، حياكم الله بكرة يا جماعة بعد صلاة العشاء، حياكم الله في محلكم وفرعكم، وأي شكوى خلوها لنفسكم. خلاص من كثر ما استنيتوا قررنا إنه بكرة بعد صلاة العشاء حيكون السوفت أوبنينج. يس. والمفاجأة. لا من غير مفاجأة يرحمونك. 100 برجر واقيو على الفحم حيتوزع مجانا، بس عشان تكونوا في المعلومية. ما عندي مجانا، تدفع قيمتها. انا ادفع قيمتها. ايوه بس تمام. هي 100 برجر، بس انا ابغى اقول لكم حاجة، الناس اللي حياخذوا البرجر ويمشوا حيكون تيك اواي، الناس اللي بيقعدوا ويطلبوا حيقدروا يدخلوا المطعم ويقعدوا، عشان نتفادى الزحمة والدربكة اللي هنا. بكرة بعد صلاة العشاء شباب سعوديين بدأوا براند، وراني هو أمس، صراحة مرة عجبتني. هذا لا هو إعلان ولا شيء، بس أنا حابب أدعمهم لأنه منتج الصراحة مرة حلو. بعدين حفك العلبة ووريهم. سبت كرت شيء جوا؟ سبت كل شيء. كل شيء؟ كل شيء. يعطيكم العافية. شوف شوف أشوف يدك. ما شاء الله. بس أنت عارف أنا ما أشتري له القاعدة. شكرا لسعدك. سعد جبلوها دي. يا جماعة دخل عندي وهذا الخاتم بصراحة ما يجي على صباي، فقلت له فداك. هذا ميزة النحيف بالعافية، لبس العافية. بس هذا عندك تكسره بالعافية. لا ما يتكسر. طيب هذا الكرتون اللي صورته الولد، بصراحة كل يوم معايا في النادي، وكان بيكلمني، والله ما طلب مني إعلان ولا أي حاجة، وأنا ما بعلن له، أنا بدعمه. ناس يعني بصراحة أبدعوا في البضاعة اللي بيسووها. Hi sis, we might not met, but just know that we got a package. We support you 100%. Aww. شكراً. خلينا نشوف إيش موجود. هاي شكلها شنطة. يا أخي ما أعرف، مرة عجبني. دوني شنطة دافو باج مرة حلوة، وأتوقع جوتها الأشياء. والله الكواليتي مرة جامد، يعني جيد، يعني ما توقعت بدي الشكل. صراحة شيء الله الله الله. It's more. يا أخي جيد. هذا كيس حق آيفون حطينه في علبة كأنها حقة حليب. طيب زي ما انتم شايفين عندهم لونين من الكفرات، يعني ماخذين ستايل زي الحليب يعني بقرة، بس أقسم برب الكعبة مرة حلو. ولا تقولوا لي بامبي ما استخدم، والله لا استخدم. وربي لا استخدمه. وربي حلو. والبني حطه على الجوال اللي انا بصور به. طيب خلينا نشوف ايش كمان. هذا شكله تيشرت. وهذه كمان تيشرت. رسلوا لي اكثر من حجم واحد عشان ما عرفوا حجمي، فخليني والله هلبسه دحين ووريكم هو. طيب التيشيرتين زي ما وريتكم أسود وأبيض، مكتوب عليه مون دانا، ومن قدام كلوزت مايندد اللي هو البراند حقهم. أحلى شيء الماتيريال، يعني شايفين التيشيرت نفس الموديل اللي أنا قاعد ألبسه، الأوفر سايز كده نازل على الجسم، طايح بارد القماش مرة حلو، وباين التكستشر نفس الماتيريال، يعني ما هو تشيب، يعني فخم. مودانا والله حلبسه اليوم، وهذا الكفر. فزي ما قلت لكم الشباب هذول والله بدعمهم. الله يوفقكم. هحط لكم اللينك هنا حق الموقع حقهم، تفرجوا يمكن في شيء يعجبكم. Thank you very much.